مدينة الصلحاء ومرقد الأولياء الطيبين الطاهرين، مدينة قوم لا يتولون يوم الزحف الأكبر ولا يولون الدبر، قوم لا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فخامة رئيس الجمهورية، لسان حال ساكنة ولاتا والمدن القديمة تقول لكم: إن إذا ما الضيف حل بساحنا ضحكت بنا عن درها الأيام، إن إذا ما الضيف حل بساحنا ضحكت بنا عن درها الأيام وتنافست فينا بديعات الندى، إن الكرام يشوقها الإكرام. فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزراء، سعادة السفراء، تنطلق اليوم النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة في هذه الأيام المباركة، أيام مولد سيد ولد آدم خير البرية محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فخامة رئيس الجمهورية، حضوركم اليوم لهذه التظاهرة للمرة الثامنة في احتفاء واضح بها يعيد مدننا الأولى سيرتها الأولى حواضر تعج بالحياة. إني استترت بأمداح النبي ولم يخشى الفضيحة ذو عيب به استترا، إني على النفس والشيطان منتصر بالمصطفى عز من بالمصطفى انتصرا. مناسبة لعيد المولد النبوي وللمرة الثامنة تنظم مهرجانات المدن القديمة، وبرعاية وإشراف وحضور فخامة رئيس الجمهورية، احتفاء بهذه المدن ومكانتها وعناية بها وخدمة للتنمية المحلية. الافتتاح مع آي من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. الآن نتابع استعراض المدن القديمة الذي يبدأ الآن مع المدن التاريخية الموريتانية الأربع.
سيد محمد كريم مشاهدينا عبر قناة الموريتانية وإذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالأمس القريب كتب المرابطون تاريخنا الكروي بماء الذهب، ووحدوا الشعب خلف راية سترفرف خفاقة في سماوات بطولة إفريقيا للأمم 2019 لأول مرة في تاريخ موريتانيا. أعاد المرابطون المنتخب أمجادنا، أعادوا فتوحات أجدادهم بخيل عتاق تسابق الريح أنفة وشموخا وكبرياء. حضورنا الكريم، نستمع الآن إلى نشيدنا الوطني بصوت أطفال مدينة ولاتا. We're gonna make it.
سنحمي حماك ونحن فداك ونكسر باك بلون الأمل وعند نداك نلبي أجل. ذاكم هو نشيدنا الوطني المعبر عن وحدتنا الوطنية. مهرجان المدن القديمة هو عروض فلكلورية، مسابقات علمية، ندوات ثقافية وغيرها من الفعاليات الخدمية. الآن مع الكلمة لعمدة مدينة ولاتا التاريخية. أحمد نحن بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، بعد قبل أن نبدأ عندي وصية من ساكنة ولاتة، وهي عنها مأمنين مذمرين ومقدرين تعيين ولدهم البار محمد سالم البشير رئيسا للوزراء، وهو الوحيد الذي عليه إجماع. هاي وصية قالوا هاي الفرع اللي أنا قدمها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة السفراء، السيد الوالي، السيد الحاكم، السادة المنتخبون، السادة الأطر والوجهاء، أيها الأخوة والأخوات، إنه لمن دواعي المسرة والاعتزاز أن نستقبلكم اليوم في رحاب مدينة ولاتة التاريخية ضمن الفعاليات المرتبطة بمهرجان المدن القديمة في دورته الثامنة، ونعبر لكم باسم ساكنة المقاطعة كلها عن كامل القبضة والامتنان وعظيم التقدير والعرفان. إن هذا الحدث سيد الرئيس، إن هذا الحدث يستحق من الموريتانيين جميعا الإشادة والتثمين، تقديرا لإرادتكم القوية في بعث تراثنا الغني وإحياء المدن التي احتضنته آمادا طوالا. فلم تشغلكم أعباء تنمية المدن الحديثة ولا حتى سعيكم إلى إقامة مدن جديدة عن مد هذه الحواضر القديمة بوسائل الحياة العصرية مما جعلها تنبض من جديد لتعود إلى سابق عهدها بعد عقود كثيرة من النسيان والاندثار. سيدي الرئيس، إن هذا الإنجاز على عظمته لا يمكن أن يحجب عن الأنظار المكاسب والإنجازات الكبيرة التي تفيأ الموريتانيون في مختلف ربوع الوطن ظلالها الوارفة، وخلقت قاعدة صلبة لتنمية عصرية مستديمة ومتوازنة، وذلك في جو من السلم الأهلي والأمن والاستقرار يحسدنا عليه الكثيرون. سيد الرئيس،
لهذا وذاك، فإن الموريتانيين عموماً وساكنة هذه المنطقة خاصة متمسكون بكم نهجاً وأسلوباً وممارسة، عرفان منهم بجميل إنجازاتكم التي بدأوا يقطفون ثمارها يانعة، ولأول مرة منذ نشأة دولتنا هذه. سيد الرئيس، إن ساكنة ولاتا إذ يحق لها أن تعتز بما توفر لمثيلاتها على المستوى الجهوي والوطني من خدمات عظيمة، فإنها تعول عليكم في تلبية مطالبها الأساسية، وخاصة ما يتعلق منها بالماء الشروب عصب الحياة، إضافة إلى طريق تفك عنها العزلة وتخفف عباء تنقل المواطنين وممتلكاتهم وتسهل تواصلهم مع عاصمة الولاية. مرة أخرى نرحب بكم ونتمنى لكم مقاما سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزراء، سعادة السفراء، حضورنا الكريم، خلال أسبوع كامل ستتنافس مدننا القديمة في كتابة تاريخها بكل ألوان الفن، وسنتعرف على خصوصيات كل مدينة، وسنسافر عبر الزمن في تاريخ عبق بالأمجاد والفتوحات. نستمع الآن حضورنا الكريم إلى كلمة معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله المطهرين وصحابته الميامين. صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد والي ولاية الحوض الشرقي، السادة الوزراء، أصحاب السعادة، السفراء وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية، أصحاب الفضيلة العلماء والمنتخبون، السادة الأدباء والفنانون، وسدنة الثقافة والتراث الحاضرون، ضيوفنا ومدعوين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا أبلغ ترحيب وأصدقة، وأتمنى لكم مقاما سعيدا في هذه المدينة العريقة، وأشكر كل الذين تجشموا عناء السفر للوصول إلى هذا المهرجان بما تحملوا من مشقة ونصب. أرحب بكم فخامة رئيس الجمهورية كاسراً القاعدة بعدم الترحيب بالمرء في بيته، فولاته وشقيقاتها هي بيتكم الذي أنقلتم من الضياع والإهمال لعقود من الزمن كادت فيها أن تندثر وأن تفقد صفتها بذات الفعل كتراث للإنسانية، وكمنارات علم وثقافة حملت الإسلام والحضارة والإشعاع إلى كل المحيط وأبعد. ولات يا فخامة الرئيس هي بيتكم الذي أرادت له الأنظمة السابقة أن يكون سجناً ومنتبذاً عقابياً قصياً، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، فحولتموها بما بذلتم من جهد صادق وعزم أكيد متحفاً وعاصمة للثقافة والعلم في هذا المنكب من بلدنا، فاستعادت بذلك ألقها ودورها. وحين أراد الغلاة والمتطرفون هدم ما عجزت عن هدمه عاتيات الزمن، كانت مقاربتكم الأمنية أقوى حماية لهذه المدن، والكل يعرف ما اقترفت يد البغاة والغلاة في تنبكتو، وما هدمت من ثمين آثار ومعالم الحضارة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبفضل مقاربتكم الأمنية فخامة الرئيس
والتي أرست قاعدة الأمن في خدمة التنمية وخدمة الثقافة والتراث خصوصاً، حملنا من هذه الربوع التي عرفت الخوف ولفترة طويلة رسالة سلام وأمن إلى المنطقة والمحيط، ولم نعد ذلك البلد الذي لا أهم له سوى تأمين حدوده، بل أصبحنا نساهم وبفعالية كبيرة في تأمين منطقة الساحل والقارة عموماً. وعرف العمل الإسلامي الهادف إلى ترسيخ الممارسة والفهم الموريتانيين لهذا الدين عبر القرون طفرة نوعية وتحولا كبيرا، بدءا بطباعة المصحف الموريتاني بما لذلك من رمزية ودلالة لا يخطئها العقل الواعي، ورعاية الأئمة والدعاة، واحتضان المحاضر والمساجد، وبناء الجامعات، وفتح قنوات مسموعة ومرئية تخدم هذا الدين وتقدمه للعالم. كل ذلك دون أي استغلال ولا من ولا أذى، ودون أي بحث عن أي مكسب انتخابي يا فخامة الرئيس. إن النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة لهذا العام، والتي تتشرف بافتتاحكم لها بمدينة ولات العريقة، تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والعلمية ذات البعد التراثي الأصيل، وستشهد هذه السنة عرض فيلم وثائقي عن تاريخ المهرجان، ومعارض كتب تتضمن مطبوعات جديدة قيمة عن بلادنا تاريخا وتنمية وحياة اجتماعية، إلى جانب العديد من المحاضرات ذات القيمة العلمية العالية. وسيكون المعرض الإسباني ضيف شرف على المهرجان لهذه السنة في عناق تاريخي بين المعمار الولاتي والأندلسي، بما يترجم العلاقات التاريخية الضاربة الجذور بين ملثم الصحراء والشعوب وحضارات شبه الجزيرة الإيبيرية. كما يستضيف المهرجان عدداً من الفرق الفنية والأدبية من إخوة لنا ربطتنا بهم عبر القرون، أواصر الدين والثقافة والقربى والجيرة، فمن قليميم وعيون الساقية الحمراء وتيندوف إلى عمق مالي وعاصمته الثقافية تمبكتو، إلى تخوم ملتقى النيلين في بلاد السودان الشقيق، ثقافات وشعوب تبادلت مع الموريتانيين التأثير والتأثر عبر التاريخ. ومهما شط مزارهم ونآبهم البعد، فإن رحم التاريخ والثقافة معهم لم تنقطع، ومشاركتهم في هذا المهرجان دليل ذلك وشاهده. وكما أردتم يا فخامة الرئيس لهذا المهرجان أن يكون رسالة سلام وحوار وتسامح تنبذ العنف والتطرف والإرهاب الفكري والمسلح، سيواصل المهرجان عطاءه على نفس الوتيرة ولنفس الهدف والغاية. وفي الأخير أتشرف بأن ألتمس منكم فخامة الرئيس التفضل بافتتاح النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة بولاته، ومخاطبة ضيوفكم بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سكان مدينة ولاتة الأعزاء، ضيوفنا الكرام، أيها السادة والسيدات، أود في البداية أن أتوجه إليكم سكان مدينة ولاتة التاريخية
بالشكر الجزيل على ما خصصتم لنا من حفاوة ترحيب وحسن استقبال. ونحيي الضيوف الكرام الذين قدموا من شتى المناطق متحملين عناء السفر للمشاركة في النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة. كما أنتهز هذه الفرصة لأتقدم إليكم وإلى كل الموريتانيين والموريتانيات بأحر التهاني بمناسبة ذكرى مولد خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعادها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. إنها ذكرى شروق دين الإسلام الذي بدد حجب الظلام وانتشر في الدنيا هداية وعدلا ورحمة وتسامحا. إن تمسكنا بهذا الدين القيم كتابا وسنة وعملنا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حصن مجتمعنا على مر العصور من غوائل الفتن والتطرف والانحراف. أيها السادة والسيدات، تشكل مدننا القديمة ثقافة وعمرانا رمزا لهويتنا الحضارية وشاهدا حيا على دورنا التاريخي الرائد. فقد كانت تستقطب العلماء من كل الأقطار وكان لها فضل كبير في انتشار المعرفة والدين الإسلامي السمح شمال وجنوب الصحراء. إن الأنظار اليوم متجهة إلى هذه المدينة التاريخية مدينة ولاتة بمناسبة احتضانها للنسخة الثامنة لمهرجان المدن القديمة الذي أصبح حدثا وطنيا بارزا لدى كل الموريتانيين والمهتمين بالتراث الموريتاني العريق. فهذا المهرجان فرصة تتجدد سنويا لاستحضار أمجاد تاريخنا القديم والتأكيد على ضرورة الحفاظ عليها حية. في وجداننا وضميرنا الجمعي لبناء حاضرنا واستشراف مستقبلنا، كما هو مناسبة لإحياء تراثنا وفنوننا العربية الإفريقية الفريدة باللقاءات العلمية والفكرية والأنشطة الفنية والثقافية والتراثية. إن مهرجان المدن القديمة يهدف في ذات الوقت وبالأساس إلى ترقية هذه المدن ومنحها مقومات النمو والتطور مع المحافظة على معالمها العمرانية وروحها التراثية وتاريخها العريق. ولقد ظل هذا الهدف حاضرا بقوة في سياسات الحكومة على مد السنوات الأخيرة حيث بذلت جهود كبيرة في سبيل تطوير البنى التحتية في هذه المدن وفك العزلة عنها وخلق فرص عمل لسكانها ودعم نشاطاتهم المدرة للدخل. أيها السادة والسيدات، إن الحفاظ على المدن القديمة وترقيتها يعد حفاظاً على هويتنا الثقافية والحضارية وإساماً في ترسيخ وتنمية قيم التسامح والاستقامة والتكافل.
التي اشتهر بها المجتمع الموريتاني على مر العصور. وفي الختام أعلن على بركة الله افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة في مدينة ولات التاريخية، مجددا لكم الشكر جميعا ومتمنيا كل النجاح لهذه التظاهرة الوطنية الهامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز يشرف على قطع الشريط الرمزي إذانا بافتتاح المعرض، معرض للصناعة التقليدية أو الصناعات التقليدية التي تزخر بها هذه المدينة بالذات، وهي متنوعة على المستوى الوطني. خيام مضروبة بطريقة تقليدية، تعلمون مكانة الخيمة الموريتانية الأصيلة في تراث هذا البلد. رئيس الجمهورية كما تتابعون مباشرة من مدينة ولاتة قطع شريط الرمزي لبدء افتتاح معرض الصناعات التقليدية المتنوعة، وهو المعرض الذي يشارك فيه معظم الصناع التقليديين، المنظمات وهيئات المجتمع المدني. رئيس الجمهورية الآن يتابع عرضا في جناح جمعية الرعاية الاجتماعية وترقية ثقافة إمراكن، وتمثل هذه الثقافة ثقافة خاصة أيضا وجزءا آخر من التاريخ هناك يعيشه الموريتانيون على شاطئ الأطلسي. كما تعلمون موريتانيا تطل على شاطئ أطلسي غني بالثروة السمكية، هائل بعينات وأصناف السمك. وقد اتخذت الدولة فيها الإطار استراتيجيات هامة أعطت قيمة مضافة للثروة السمكية الوطنية، مما جعل الشركات العالمية تتنافس على الاستثمار هنا في موريتانيا في مجال الصيد والاقتصاد البحري. أيضا ثمة جمعيات غير حكومية ومن جاءوا من مختلف ولايات الوطن لتقديم نماذج عن عملهم وعن نشاطاتهم. وكما تتابعون رئيس الجمهورية كما ذكر في كذا مناسبة يحضر وحريص على المشاركة في أو الإشراف على هذه التظاهرة ليسمع عن قرب ويشاهد ويباشر أهم المشاكل المطروحة لهؤلاء المواطنين الذين بذلوا قصارى جهودهم للمشاركة في تنمية البلد وفي جميع الأصعدة. الآن كما تشاهدون جمهور هذا المهرجان جمهور جاء بكل حدب وصوب، ويمكن أن نقول أنه حتى الآن هبط رقم قياسي بالنسبة للمهرجانات السابقة. اكتظت منصة المهرجان
فوت الخيام والمعارض الجمهوري في صوره مختلفة مجالات الحياة، وثمة أيضا مشاركون ضيوف أجانب من المسؤولين وفي شخصيات. رئيس الجمهورية الآن يتابع عرضا عن النموذج عن الطب التقليدي، الطب التقليدي في موريتانيا جناح خاص بما كان الموريتانيون أصلا يعالج به مرضاهم بالطبيعة والطبيعة فقط، مواد غذائية، مواد نباتية كان، ونجح الطبيب التقليدي الموريتاني في أن ينافس وأن يتمكن من تقديم علاجات مختلفة الأمراض عن طريق الطبيعة. وبدأت هاي جميع أصناف الخل 132 صنف موريتاني من الخل. أنا ألفت هذا الكتاب قالوا دليل أصلح مروم باللغة الحسانية. قبل تكلمت معكم وشفت المجال ودوركم تسمر فخامة الرئيس باوذ إبراهيم سلم عمري في خدمة الأخ. أنا خبير المجال زراعي سيد راجي مدحة ومعطي المطار إذا رأي السيد وتثقيف المجتمع والحفاظ على هذا التراث الزاخر. إذن بوابة الصحراء أو مدينة بيرو كما يقال قديما اليوم تستعيد تاريخا ماض جميل. اليوم رئيس الجمهورية في هذه اللحظات يعاين مقتنيات من متحف أماطيل، متحف أماطيل ومتحف من مبادرة شخصية من أبناء ولاية أدرار، جاءوا من بعيد من ولاية أدرار للمشاركة في مقتنيات وأثار خلفتها معارك المقاومة. وهو متحف للمقاومة يحرص القائمون عليه على أن يكون هذا المتحف مجمعا لمختلف مقتنيات الأسلحة القديمة التي كانت تستخدم في المقاومة الوطنية. وفي هذه الأسلحة والمعدات والمقتنيات استطاع الموريتاني المجاهد قديما أن يساهم في تاريخ البطولات في تاريخ هذا البلد المجيد. مع المقاومة هون موجودة هنا، كنا في قناة موريتانيا قد قدمنا لكم معالجة ورقات وتقارير عن معرض متحف أماطيل في ولاية أدرار. السيد الرئيس صور قديمة في عهد اللون الأبيض والأسود يلخص لنا أجزاء متفرقات من هذا التاريخ الذي يعتبر اليوم يوما مهما لمراجعة هذا التاريخ. لرئيس الجمهورية يقول دبريا إن هذا التاريخ الزاخر لا ينبغي أن يندثر، بل يجب وفعلها أن تعمل الدولة جاهدة
على الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الزاهر الذي يعيد لنا أنه فعلا كان هنا رجال مروا من هنا، رجال عظماء مروا من هنا وتركوا الأثر، تركوا حضارة، تركوا مدنا، دورا، مساجد، منارات، معالم، مزارات، كتبا قيمة، كلها أصبحت موروثا ثقافيا تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. ولات اليوم المشتهرة بزخرفة بيوتها التي تبدو وتعبر في ألوانها الزاهية عن ترحيب منقطع نظير لكل ضيف حل بهذه المدينة البعيدة، هذه المدينة التي تستعيد أبقها. رئيس الجمهورية الآن وصل إلى الجناح الخاص بشركة الألبان في النعمة، وهو نموذج من الاهتمام الذي أولاه رئيس الجمهورية للثروة الحيوانية في ولاية الحوض الشرقي. تعلمون جميعا الظروف التي كانت فيها المنمي الموريتاني يعاني منها وهو في أقصى الشرق الموريتاني، تسويق الألبان، تسويق المنتوج المحلي. شركة ألبان موريتانيا قد ساهمت في تسويق هذا المنتوج، على الأقل معالجة الألبان بطريقة تتلائم مع المعايير الدولية. ولبن غادي الموجود الآن في الأسواق المحلية، وقريبا سيدخل الأسواق الخارجية، لبن محلي بحت صنع في مدينة النعمة. عنوان لم ونحن ككتاب وباحثون ومهتمون بها لم نشاهد في العالم لبنا صنع في موريتانيا إلا في هذه الظرف الحالي، ونأمل أن شاء الله تتلوه إنجازات أخرى تترجم تألق رئيس الجمهورية بنجاحات هذا البلد في كل اللي معدل برص صباعي. هاي زبرتي اللي خلالي بويا وأنا حرفي راني لكم هذا كامل، واليوم مرحب بك يا السيد الرئيس. أنا عندي تعاونية في تنبتقة وجاي من تنبتقة لك سمعت. إذن مباشرة تتابعون فقرة أولا بأول رئيس الجمهورية وهو يتابع بتريث ويستمع عن قرب إلى المواطنين، إلى الصناع التقليديين الذين أبدعوا عبر الزمن بأناملهم وبأفكارهم في صناعة جزء من تاريخ موريتانيا المجيد. نعم، نماذج من مختلف الصناعات، خاصة مقتنيات يستخدمها الإنسان في بيته. جميع المقتنيات التي يستخدمها الإنسان في بيته موجودة هنا، لكنها موجودة بالطابع موريتاني. هنا هذا المعرض سيشكل سوقا مفتوحة أمام الجميع. السكان المحليين والمواطنون والمستثمرون في مجال الصناعة التقليدية يسوقون هذه البضاعة إلى زوار هذا المعرض على مدى أيام عديدة. ستتم عملية البيع والشراء اقتناء، خاصة الزوار الأجانب الذين سيتفاجؤون بعمق هذه الثقافة، يتفاجؤون بحنكة وذكاء الشعب الموريتاني، خاصة الموريتانيين الذين يعيشون هنا في هذه الظروف البعيدة عن المدينة ورونقها، لكنهم يعيشون كما كان الآباء أجدادنا قديما صابرين صامدين أمام تحديات الطبيعة. تمكنوا رغم ظروف الزمن آنذاك من قهر الطبيعة وصهيها حتى تكون قابلة لمتطلباتهم، تستجيب لمتطلباتهم. رئيس الجمهورية يتابع عن قرب الشروح
ويولي اهتماما خاصا لأهم المشاكل المطروحة، ويعمل كعادته على إعطاء تعليمات بالمزيد ببذل المزيد من الاهتمام والاهتمام بهذا القطاع، قطاع الصناعة التقليدية والسياحة. السياحة هنا اليوم يعتبر من أيام نهضة السياحة، أيام نفض الغبار عن معالم عن آثار هنا في هذه المدينة، وعن تحف تزخر بها هذه المدينة. لكن ضيوف المهرجان المشاركين أيضا جلبوا معهم تحفا أخرى تختلف من مدينة لأخرى ومن ولاية لأخرى، وكل الصناعات موريتانية لكنها تختلف وتتميز في مميزاتها بين ولاية وولاية. إذن عديدة هي الأجنحة المتنوعة، أجنحة هذا المعرض التي ستكون الوجهة الرئيسية طيلة هذه الأيام لزوار مدينة ولاتا، الراغبين في اقتناء معدات أو لوازم أو آليات أو أجهزة صنعت بأيادي موريتانيا. كل شيء هنا، كل قطعة هنا، كل تحفة هنا تحكي قصة من تاريخ موريتانيا المجيد. مريم يوم معي هنا كما قلت طاقم متكامل من لغاتنا الوطنية، نحاول أن نقرب الصورة والمشهد أكثر من جميع المواطنين بجميع لهجاتهم وجميع لغاتهم. زميلي سيسي بولارية بندرا بسي لابي تشكال دي مودو ليدو يديدو ان اولاتا جابي موكو مير ورونغو تشكال مودو كادي مودو فارتو بسمي مو جون نون او ديتي او وادي ديسكو موكو جون او ونكو يلا دي ويجوجي دي ويجوجي دي او فودي دي كون نكو دو دون دو نبا وني دون وروتي او فاي نكو دو كوسا وون دون جون او مون اندر ويجوجي دي نكو كالكو مو يتو او جيو هولكو وني هن هولكو ادا هن هولكو لاغال غنا غن غندي دو اين وقالتهم ومذمتهم طالبة منك سيد الرئيس نلقاك في الدرت ملقاك ثلاث مرات وراجع لك محمد حالك وعدم دور نلقاك واسي فاضي من حصارهم تقول عين وقبضوا اسمي اسمي فاضي من حصارهم تقول عين قلت درت ملقاك وعدم دور نلقاك واسي فاضي من حصارهم تقول عين وقبضوا اسمي اسمي فاضي من حصارهم تقول عين كلا هيك هاو بهند سايت من دماي ما يدري جون من هنا لا أبو هولي لا أبو سلمي ما هو تقول 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 medanum hebe ngandi kam dum do so wiyama tan do en hande ko pinal magi wi wondo ko gotal woni do kono no wurngo wona goto wonno do wonno wurngo hebe dewini do kono hande ko kambe dumi do ko den ked hande podi yaltudi ede manji do non sarkulebe men jido en jolfube men jido godum kono ko buri hewde kam ko do en hande ko lirde ko pinal tigrigi ben be biten arbebe ben be biten safalbe ben holudo en dum do de fakane ganni hanki jetnodo hande jittaki do jore ni ko t-shirt tigi woni do kambe kollirte gilay tamoro kaaji nyaaji fofti mabbe e fof tan do en hande kono non bandirabe ha mbawen kadi sambe tigri ndoro mako ko yel ko ni production ma se tigri ko holko wara زينا ما شاء الله فيها البيات يا فيها جو نحن وشو ما نحن عندنا وجايين مباركين وجيكي تامكم وانواعه كامل وعندنا بزاد وعندنا بزاد وكان يفيون وكان يفيون انتاج
قلنا والدي قلنا كيفاش جيت قلنا كيفاش جيت محمد بن عبد العزيز انا جايتك امراه ضعيفه وخايبه لك دورك تشغل سيدي مبارك كل الشيء ضعيف وليش تحكي عليك قلنا كنقول له بندرابه فامت وجهه جدي دي حسن نتيرت كان ممكن نجي لو كر لاغل اد نجي دو نينيل اد نجي دو بيني اد نجي دو تشسان كيرو كاد غلاي نتي مودوم هاي ديس مودوم هاي كاجي ديسنادي فوف اد نجي دو ها مباوي ندوكن كونغول نون مسيد ميدن سونيكي اون دني كو هوكين بندرا بيبي ادي وقتو غاس جرب جرب سيف طلبونا المعرض هذا العام
ado wal ha xore xade tan way gata sigindi kenga tu indi nanti debi xasa ki tuwa mortani wala tabani gaiti agani ti shitino ido wadano do shingitino sa sa wa kaliman kinne o gida nyagare nde fati akana kono da ngani gollu ko gatere kinne مرحبا 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 مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. رسميا تم افتتاح النسخة الأولى الثامنة من مهرجان المدن القديمة في مدينة ولات التاريخية بإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وسيادته. هذه اللحظات يزور المعرض المقام على هامش هذا المهرجان وهو الآن يتوقف عند المكتبة الوطني للسياحة ليتعرف على الجهود الحديثة في التعريف بالصناعة التقليدية وصناعة الأواني المنزلية
التي تمتاز بها بلادنا. هذه عبارة رئيس الجمهورية مع هذه اللحظات شروح اللي فيها من رئيس ومدير مكتب بتوزيع من مطار المكتب الوطني للسياحة إن شاء الله بإذن الله لن يوصلوها من هذا وفقت أعوانه حول أنماط الصناعة التقليدية والطرق التي يتبعها المكتب الوطني للسياحة بالتعريف بها وتسويقها دوليا في المهرجانات الدولية في المناسبة. يقوم المكتب الوطني للسياحة هذا المعرض ضمن عروض مماثلة نظمتها التعاونيات ومختلف المدن التقليدية والمدن القديمة من ولات إلى تشيت إلى ودانة وغيرها. رئيس الجمهورية هذه اللحظات يتلقى الشروح حول هذا المعرض. المعرض يضم العديد من المنتجات المحلية والتي تعتبر لها إنتاج ثقافي تقليدي لسكان هذه المدن الصحراوية. مدن استطاع سكانها قهر الطبيعة وتطويعها وتسخير المواد الأولية لإنتاج وتوفير جميع المستلزمات التي تتطلب الحياة اليومية في هذه المدينة. مرحبا الرئيس محمد بن عبد العزيز ابن المرتان البار ابن المرتان البار ابن المرتان في معرض الرئيس. نحن هم مكتب الرئيس سيد الرئيس كما عند الظهور ما تدخل سيد الرئيس تمنى الهوبي ما تيروا من جنوب السودان ومن بلاد السودان بصفة عامة ليتم تبادلها مع البضائع الوافدة من منطقة بلاد المغرب الأقصى والمغرب الأوسط في إطار ما يعرف بالتجارة الصامتة، وهي التجارة التي كانت تتم عن طريق التبادل والمقايضة بدون التحدث، وذلك فهناك الطريق الغربي هو الذي كان ينطلق من أوليلة إلى أروانة فتات مكة وقدامس ثم يصل مباشرة إلى مدينة ولاتة وتحط بها الرحال ويتم تسويق تلك البضائع. وهناك الطريق الأقدم وهو الطريق اللمتوني. الطريق اللمتوني هذا ينطلق من سجن ماسة إلى شرقيه حكومة صالح في ذاك الزمن كانت تسمى غانا أو بلاد غانا كانت العاصمة الدولة الغانية في الزمنية. ومن غانا أو حكومة صالح تتجه القافلة إلى تنبكتو ومنها مباشرة تصل صوب مدينة ولاتة فتحط الرحال. وهناك أيضا المحور أو الطريق الأوسط ويمر من سجل ماسة إلى تغازع فولاتة وهو أقصى المدن ترحالا وهو أطولهم مسلكا. ولاتة في هذه الحقبة الزمنية كانت تستجلب لها الكثير من البضائع وكانت هي تنتج الكثير من السلع المختلفة، فإليها كانت تجلب التمور والتوابل والأقمشة والأواني الخزفية وكذا العطور بأصنافها المتعددة، ومنها كان يحمل الملح بدقيقه وكذا الدقيق المنتج من الحبوب وكذلك ريش النعام، فكان ريش النعام بضاعة نادرة لا تتوفر بشكل أكثر
إلا في مدينة ولاتة التاريخية، ناهيك على أنها في حقبة زمنية كان يوجد بها الذهب وبكميات كبيرة. فخامة رئيس الجمهورية في هذه اللحظات ينهي جولته داخل المعرض المقام على هامش المدن القديمة ويغادره، والآن ليدخل فخامة رئيس الجمهورية في استراحة هو والوفد المرافق له، إن لم يكن لديهم بعض التدشينات، فإذا كانت هناك بعض التدشينات سنوافيكم بها أولا بأول عبر شاشة الموريتانية، لتبقى شاشة الموريتانية ترافقكم في كل هذه المحطات، تضعكم في الصورة، تنقل لكم الحدث، تعيش معكم الأحداث أولا بأول. مهرجان المدن القديمة في نسخته الثامنة في مدينة ولاتة أوفدت له قناة الموريتانية عديد الفرق وبأحدث التجهيزات، وتسخر تلك الجهود كلها